بسم الله والحمد لله، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قيل من لدن الله، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا. برشا مفسرين اتفقوا على الرجز اللي ينزل هو الطاعون، والطاعون ذا هي الأمراض المتنقلة السارية. أنا ضرب واحد ضرب الإحدى وبعد الإحدى بعد الإحدى، وتكون فما مدن وقرى عامرة فتصوب بالخراب، وهذا نوع من أنواع نهاية القوم الظالمين اللي يعانون الخراب فيما يقولون وما يفعلون. فمن لا يعمل بالقرآن ولا يقول بالقرآن فهو كالبيت الخرب، والسلام على أهل الإسلام.